يا اهلا بيكم مره تانية تعالوا بقى نروح عشان نتعرف ونتابع اخر اخبار النادي الاهلي وتدريبات النادي الاهلي النهارده مع زميلنا العزيز فاروق صلاح هو موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره صباح الفل عليك يا فاروق اتفضل سامعينك صباح الفل يا كريم صباح الفل يا نهواند وصباح الفل على كل جماهيرنا جمهور قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي من داخل ملعب مختار التيتش فريق اللي النادي الأهلي بيستأنف تدريباته عقب مباراة الأمس أمام الإسماعيلي واللي انتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق في المباراة اللي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب ضمن فعاليات الجولة الثانية لكأس الرابطة لمباراة المجموعة الثانية طبعا مباراة أظهرت أو امبارح يعني لو هنحط عنوان للأمس هو عنوان شخصيه النادي الاهلي وهويه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي اللي شفناها سواء في مباراه الاهلي والاسماعيلي او في مباراه الاهلي والزمالك في الباسكت اكيد هيجي لنا الحديث عنها لكن خليني النهارده اقول لمستر بيتسو موسيماني استأنف الفريق بيستأنف تدريباته قبل انطلاق المران مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره فنيه مع اللاعبين اتكلم مع اللاعبين على يعني ايجابيات المباراه اللي امس واتكلم على ان اللعيبه اتحلت بروح وشخصيه النادي الاهلي اشاد بمجموعه الشباب والناشئين الموجوده في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي كانت موجوده مع الفريق سواء في مباراه الجونه او موجوده في مباراه الاسماعيلي وموجوده حاليا مع الفريق في التدريبات وهنا يا كريم ويانا هواند لازم يعني احنا بنتكلم على الناشئين نتكلم على دور قطاع الناشئين في النادي الاهلي القطاع اللي بيقوده الكابتن خالد بيبو ومايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين ويعني في كتير جدا من الامور اللي بعض الناس او الكثير من الناس ما يعرفهاش ان الدور اللي بيقوم بيه القطاع الناشئين في النادي الاهلي سواء للناحيه البدنيه او الناحيه الفنيه او الناحيه الخططيه وايضا البنيه التحتيه مهم جدا يعني تقدر تقول يا كريم ان اللاعب داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي مجرد رقم النادي الاهلي في وحده قياسات هي الاولى من نوعها في انديه الشرق الانديه مصر هنا ان في وحده قياسات خاصه بكل لعيب لعيب كل لعيب ليه بروفايل ايضا الجانب التغذيه وايضا كل فريق في النادي الاهلي ودي واحده من يعني من الامور اللي ما موجوده في اي انديه داخل القاره السمراء ان كل فريق داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي معاه مخطط احمال معاه طبيب وده جهاز طبي ودي كانت طبقا يعني تعليمات الكابتن محمود الخطيب يعني في جلسته مع قطاع الناشئين والكابتن خالد الاهتمام بالجانب الطبي والجانب البدني للاعبين ده اللي احنا شفناه امبارح وشفنا روح لعيبه النادي الاهلي بعد التعادل مع الاسماعيلي والروح اللي تجلت في الدقائق الاخيره بهدف التعادل اللي حرزه اللاعب احمد سيد غريب النهارده الفريق هيستأنف تدريباته هيستعد ان شاء الله لمواجهه فريق المقاولون العرب يوم الجمعه القادم على استاد الاهلي ويا السلام المباراه اللي هتكون في تمام الساعه الخامسه واحنا بنتكلم برضه على الفريق النهارده خليني يعني عندنا اكتر من خبر صار لجماهير النادي الاهلي نقدر نقول خلاص سلبيه مسحه بيرسي تاو ووليد سليمان والاثنين النهارده لاول مره موجودين في المران النهارده بيرسي تاو يعني من خلفي موجود في الملعب بعد سلبيه مسحه بيرسي تاو موجود مع الفريق بعد يعني ايضا سلبيه مسحه وليد سليمان ومن الاخبار الساره برضو اللاعب لويس مكسوني اللي خلاص سلبيه مسحه لويس مكسوني وهيصل القاهره ان شاء الله مساء اليوم طبعا زي ما صرح لنا الكابتن سيد عبد الحفيظ برضو بنحاول نطمن يا كريم على اللعيبه المصابه يعني اكرم توفيق ايضا واحد من اللعيبه طبعا نتمنى له السلامه والشفاء بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي الامامي كفة الإجراءات النادي الأهلي بيقوم بإنهاء كفة الإجراءات خلاص حاليا هيتم استخراج التأشيرة لسفر أكرم توفيق لألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي تقدر تقول النهارده برضو بيعود بيبقى موجود في المرارة من ربيع حسين الشحات محمد مجدي قفشة كفة اللاعبين الطاهر محمد طاهر أحمد عبد القادر كل اللاعبين أصبحوا جاهزين مستر متماني طبعا بيجهز اللعيبة طبعا للمرحلة القادمه بدءا من مباراه المقاولون العرب ثم مباراه سموحه ثم مباراه البنك الاهلي قبل ان شاء الله السفر الى ان شاء الله الى الامارات للاستعداد لكاس العالم للانديه المو... يعني البطوله ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يظهر بمظهر مشرف فيها وان شاء الله يعني زي ما هو طموح بيستر بيتس موسيماني وطموح اللاعبين ان شاء الله نلعب على المركز الاول باذن الله ويبقى حلم ان شاء الله يتحقق كابتن سعد عبد الحفيظ كان برده من كلامه مع اللاعبين قال لهم كلمه مهمه جدا قال لهم لازم الصوره تكتمل أنتم اظهرتوا صوركم صوركم بشكل كويس اللعيب النادي الاهلي اللعيب اللي يعني بيتحلى بالشخصيه وشخصيه النادي الاهلي ده اللي انا عايزه منكم خلال الفتره اللي جايه انتوا قدمتوا نفسكم حاولوا تكملوا الصوره بشكل افضل كمان خلال الفتره القادمه فريق هيستاني يعني زول هاي النهارده بيستاني في تدريباته من المقرر غدا ان الفريق يكون, يكون في راحه ثم هيستاني في تدريباته يوم الخميس ثم الدخول في معسكر استعدادا لمواجهه المقاولون العرب ان شاء الله يوم الجمعه هنطير بقى من استاد مختار التتش ونروح بثلاثيه لاحمد مهيب في ملعب ميت عقبه وزي ما قلنا روح وهويه النادي الاهلي شفناها وفوز فريق النادي الاهلي ورجال كره السله على فريق الزمالك بنتيجه 86 85 في الثواني الاخيره مباراه إندلت بتدل على روح النادي الاهلي وعلى شخصيه النادي الاهلي وعلى هويه النادي الاهلي المعيار او الميراث اللي النادي الاهلي بيتورثه جيل بعد جيل هي الشخصيه والهويه واللعب الاخر ثانيه ثم نعود الى صاله الامير عبد الله الفيصل وفريق كره اليد في النادي الاهلي اللي استطاع ان هو يفوز في اولى لقاءاته على فريق سموحه بنتيجه 36 16 في اولى مواجهات بطوله الدوري العام، طبعا المرحله دي مكونه من ست فرق هي الاهلي والزمالك والجيش والبنك الاهلي وسبورتنج وسموحه. بيصعد اول اربع فرق الى الدوره المجمعه الاولى ثم الدوره المجمعه الثانيه لتحديد بطل الدوري، ايضا بنبارك لفريق سيدات الكره الطائره في النادي الاهلي بعد فوزهم بالامس على فريق ايضا سموحه بنتيجه ثلاث اشواط مقابل لا شيء كانت نتيجه الاشواط 25 13 و25 14 و25 7 مسيره اكثر من رائعه لفريق الكره الطائره بقياده الكابتن حمدي الصافي بيحققوا الفوز ال11 على التوالي علشان النادي الاهلي يحقق العلامه الكامله ب33 نقطه طبعا نتمنى لهم كل التوفيق طبعا يعني أنا هو انت عايزين نتكلم برضو على درجات الحراره هنا داخل جدران النادي الاهلي او بصفه عامه نقدر نقول درجه الجو مش درجه الحراره بتتراوح ما بين 14 ل 16 درجه مئويه الجو اكثر من رائع جميع الاعضاء يعني قبل انطلاق المران كان بيمارسوا رياضه المشي حول تراك ملعب مختار التيتش كل الامور مهيئه داخل النادي الاهلي لاستقبال اعضاء النادي الاهلي انا موجود معاك يا كريم موجود معاك انا هوند لو في اي استفسار او اي تساؤل والله يا فاروق فعلا كنت هسالك <applause> عن الطقس <ابن> <applause> وتوافد الاعضاء طبعا انا ببقى حريصه على يعني توصيل المعلومه خاصه بفكره الطقس والاعضاء وكمان الحاله المروريه كمان ان صح التعبير يعني من خلال مراسلنا دي حاجه الحاجه الثانيه برضو المهمه كنت حابه لو انت عندك تفاصيل شويه عن امبارح بعد المسرق. الحوار اللي دار ما بين موسيماني وتحديدا الناشئين بعد تقديم فعلا حاجه محترمه جدا ومباراه يعني اكيد كلنا ساعدنا باداء الناشئين بتوعنا بيها يعني تفضل تفضل يا فاروق يعني خليني اقول لك انا هوندي يعني في بعض الامور انا يعني كنت قريب الامر منها ويعني شفتها بعيني ان مستر بيتسو موسيماني خلال فتره الاجازه اللي كان الفريق حصل على فتره راحه مستر بيتسو موسيماني كان يوميا موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي يعني حرص ان هو يحضر كل مباريات فريق فرق 2006 ل 2005 ل 2003 ل 2001 اللي شفناه في مباراه الاسماعيلي امس واللي شفناه في مباراه الجونه ده مش امر وليد الصدفه لا ده امر متخطط له ودي اللي يعني اللي نقدر نقول الخطه الموضوعه سواء من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط وقطاع الناشئين طبعا بالتعاون مع مستر بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ مستر بيتسو موسيماني الراجل في يعني انا قلت له انت في الوقت ده المفترض بتاخد اجازه او بتبقى فتره راحه قال انا راحت هنا ان انا اكون موجود هنا طبعا لقى استحسانه مجموعه اللعيبه الناشئين كابتن مستر بيتسو موسيماني انه يدفع بلعيبه في السن في, في, هذا التوقيت وامام فريق زي نادي الاسماعيلي هو عنده ثقه في اللاعبين اتكلم مع اللاعبين واشاد بروحهم وقال انا قبل ما اجي النادي الاهلي لما كنت بضرب مثل للاعبي فريق سان داونز بضرب لهم المثل بالنادي الاهلي بقول لهم شوفوا النجوم اللي على قميص النادي الاهلي شوفوا النادي الاهلي ولعبته بيعملوا ايه ده المثل اللي كان دايما مستر بيتسو موسيماني بيضربه للاعبي سان داونز وهو موجود في القياده الفنيه لفريق داونز انه دايما شايف النادي الاهلي هو الحاجه الكبيره شايف ان النادي الاهلي اللعيب اللي عنده الروح اللي عنده الشخصية قال اهم ما بيميز النادي الاهلي هي شخصية لعيبة النادي الاهلي فيكم عناصر كتير مميزة انا مش اقول ان فيهم لعيبة هتبقى بعيدة لا انتوا هتبقوا موجودين انتوا قربتوا المسافة بترفعوا حالة التنافس ما بينكم وما بين اللاعبين اللي موجودين عندنا عناصر مهمة جدا وبالمناسبة برضه يا في عناصر كتير جدا في قطاع الناشئين في النادي الأهلي لسه جماهير النادي الأهلي ما شافتهاش سواء في فريق 2006 2005 2003 كلها عناصر مميزة مستر بيتسو موسيماني في غاية السعادة سعيد جدا باللاعبين يعني حتى في كلامه النهاردة قبل انطلاق المران أشاد باللاعبين وأشاد ببعض المواقف اللي فيها إصرار كابتن سعد عبد الحفيظ اتكلم على لعبة الهدف اللي اللي يعني تم احتساب فيها ركلة جزاء قال ان الكره بدات من فاول او ركله حره كانت لاحمد عبد النابل الحكم ما حسبهاش رافت خليل اللاعب اللي مواليد 2004 كمل في الكوره كان عنده التصميم الكره راحت في الجانب الاخر لمحمد اشرف اتلعبت عرضيه كان فيها اعاقه حسام حسن والمناسبة قال الكابتن سيد ان حسام حسن كان يعني بيشتكي من اصابه ولكن تحامل على نفسه علشان الوقت وال يعني ان يكون في موجود في وسط اللعيبه كلها امور اشاد بيها الكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني وهي دي يعني زي ما قلنا نوعيه اللعيبه في النادي الاهلي وزي ما قلت لك نقطه في غايه الاهميه اللعيب داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي اصبح رقم كل لعيب بيتعمل له قياسات بدنيه اللعيب بياكل بياخد نوعيه تغذيه مختلفه كلها امور الناس بتتفرج وتشوف اللعيبه لكن في كتيب بتعمل يعني عشان تقدم لعيب بهذا الشكل اللي بنشوفه مع الفريق الاول للنادي الاهلي جداً. جميل كل الشكر ليك زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسلنا وزميلنا في قناه الاهلي وطبعا على هذه التغطيه المتميزه وكمان على كل الاجابات الحاضره <applause>